نظمت غرفة التجارة والصناعة دبي اليوم المؤتمر الثاني للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط 2014، وتناول المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان إطلاق فرص أعمال عالمية تناول مواضيع مهمة فيما يختص بالتجارة الإلكترونية ومزاياها. هذا وأطلقت الغرفة خلال هذا الحدث منصة تجارية إلكترونية متخصصة في المشتريات في الشرق الأوسط بالتعاون مع مجموعة علي بابا الصينية، حيث ستوفر المنصة مزايا متعددة لأعضاء الغرفة، كما أنها تشمل على حماية المشتريات بنسبة 90% منذ تاريخ الشراء وحتى مرحلة الشحن والبيع. هذا وأكد هشام الشراوي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة التجارة وصناعة دبي أن المنصة التي تم إطلاقها تختلف عن المنصات الأخرى، وذلك من حيث الإجراءات المتبعة في عملية البيع والشراء، مشيرا إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات سيصل إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2018. المنصة الإلكترونية هذه تختلف عن المنصات الأخرى بأن هناك تجزيء للإجراءات المختلفة في عملية البيع والشراء، فمن عملية الاختيار ثم عملية التحديد ثم عملية البحث عن السعر ثم عملية التأكد من مصداقية المنتج أو مصداقية الشركة المنتجة، والتحقق أيضا من جودة السعر وجودة المنتج وتوفير الشركة التي تقوم بعملية الشحن. العمليات هذه كلها قد لا تتوفر في المنصات الأخرى. نحن نسعى على أن نقدم جميع الخدمات الحكومية من مختلف المؤسسات الحكومية عبر الهواتف والأجهزة الذكية، فبيكون من الغريب على نحن لا نقدم الخدمات التجارية عبر منصات إلكترونية وعبر أجهزة وعبر الهواتف الذكية. شركة سوليفان وهذا تقدر حجم التجارة الإلكترونية في الدولة إلى 2.5 مليار، وتتوقع أن يصل حجم هذا القطاع إلى 10 مليارات دولار في سنة 2018.